خلينا نروح بقى ونشوف بطولة أفريقيا للدرجات اللي أقيمت بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، وكان فيها منافسة كبيرة جدا في كل المسابقات الخاصة بالناشئين الكبار للرجال والسيدات. خلال المنافسات دي قدرت الطالبة شهد سعيد ابنة محافظة الفيوم أنها تحصد 3 مراكز متقدمة وتتأهل أيضا للمشاركة في أولمبياد عام 2024. منافسات قوية شهدتها بطولة إفريقيا للدراجات، حققت خلالها الطالبة شهد سعيد ابنة محافظة الفيوم 3 مراكز متقدمة بين أفضل منتخبات القارة السمراء، وتأهلت للمشاركة في أولمبياد 2024 لتنضم إلى البطلات المصريات التي مثلن مصر في البطولات الدولية والأولمبية. حققت شهد سعيد الطالبة بالمدرسة الرياضية بنات مركز أول وثاني في بطولة إفريقيا للدراجات التي أقيمت بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وشهدت منافسات في سباقات متنوعة في فئتي الناشئين والكبار للرجال والسيدات. البطلة المصرية فازت على مستوى البطولة بالمركز الأول سباق 200 متر تراك، والمركز الأول سباق 500 متر، والمركز الثاني سباق كيرين، كما تأهلت الطالبة للمشاركة في أولمبياد 2024. معنا على التليفون شهد سعيد البطله اللي هنتعرف منها على رحلتها في اللعبه لغايه ما وصلت للاولمبياد وهتشرفنا في 2024. مبروك يا شهد، صباح الخير عليكي. صباح النور، عامله ايه؟ انا كويسه خالص، انت اللي عامله ايه؟ تمام بخير والله الحمد لله. 3 مراكز محترمين في 3 مسابقات، احكي لنا بقى التفاصيل. 200 متر و500 متر وكمان التيم، احكي لنا بقى التفاصيل. هو ال 500 متر هي مش تيم، هو كل واحد فردي، كل واحد لوحده. اوكي. وال 200 متر كذلك برضو، لكن الكيرن هو اللي تيم مع بعض، كل دوله في منها 2. طب قسم لنا بقى، احكي لنا التفاصيل عن كل حاجه فيهم. ال 200 متر ده عباره ان انت يعني بتقيسي لوحدك، واحسن زمن بياخد مع اوحش زمن. يعني انا مثلا كنت احسن زمن من اول ما قست. من اول ما قست 200 كنت انا واخده اول، فطبعا لما انا اخدت اول في تصفيات كتيره، يعني الاول مع الاخير، الثاني مع التاسع مثلا، فبنفضل كده لحد ما بيتصفى على الاول وتاني ويلعبوا مع بعض على الفضه والذهب. وال 500 متر ده زمن، يعني انت مثلا بتقيسي 500 واقل زمن هو اللي بياخد اول. الكيرن 3 لفات ورا الموتوسيكل وثلاث لفات مع بعض بقى. ايوه. كان في منافسة إفريقية كبيرة، يعني كان عدد الدول اللي شاركت، كانت إيه أبرز منافس من الدول التانية؟ كنت حاسة إن هو بينافسك فعلا على اللقب ده، كان من دولة إيه؟ كانت أفريقيا ونيجيريا. كانوا منافسين جدا معايا. لا، أفريقيا دي قارة ونيجيريا دولة. مين من أفريقيا؟ جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا، أوكي. ودول أكتر 2 كانوا بينافسوكي بشكل قوي جدا جدا، لدرجه ان هم كانوا اصلا قافلين عليا بطريقه غريبه. يعني كانوا هيوقعوني كذا مره، مش عايزين يخلوني اعدي ولا اي حاجه، يعني كانوا جامدين جدا. طيب انت كان ليكي طريقتك في الاستعداد يا شهد، يعني من الاول المدرسه الرياضيه اللي انت يعني بتمثليها في الفيوم، انا شايفه انها طول الوقت عماله كانت تعمل لك حشد وتعمل لك استعداد وتعمل لك بوست على الفيسبوك. قولي لي بقى التفاصيل بتاعه، ازاي دعموكي، ازاي اتمرنتي، ايه قصه المدرسه الرياضيه اصلا في الفيوم اللي انت بتمثليها؟ احكي لي كل التفاصيل دي. حضرتك انا في المدرسه بلعب العاب قوه، وكنت دايما انا اللي بسافر، وكنت باخد مراكز اول وتاني وكده دايما. فبعد كده شفت واحده زميلتي بتلعب دراجات،
قولي يا شهد مش سامعاكي. وبعدين ايه اللي حصل؟ سامعاني كويس يا اتفضلي. بس في علاقه درجات وكده هم دايما بيدعموني من اول ما دخلت المدرسه. تمام. فدخلت لعبت درجات قعدت سنتين، واول ما دخلت سنة 18 يعني العب تحت 18 سنه دخلت المنتخب. هاي وبعدين لعبت سنتين اخدت اول عرب 4 مرات ورا بعض، وبعد كده جت بطوله افريقيا ما لعبتهاش عشان كان عندي امتحانات، وجت البطوله دي فكان لازم ان انا احقق فيها، لان هم في الاولمبياد 24 ما بياخدوش غير الاول على القاره، قاره افريقيا. فكان لازم اخد اول في ال 200 متر واول في الكيرن، بس يعني ربنا ما اردش ان انا اخد اول في الكيرن، اخدت تاني. تمام. طب فكده انا ناقصني نقط عشان اخش الاولمبياد في الكيرن. تمام. احكي لنا العاب القوى ازاي ساعدتك انك توصلي للمراحل المتقدمه من رياضه الدراجات الهوائيه، يعني ليها علاقه ولا ملهاش علاقه؟ ايوه جدا، لان العاب قوى انا كنت برضو بلعب سبرنت، يعني ده افادني كتير في الدرجات. انا كنت بلعب 100 و200، ويعني العاب قوة لازم يكون عندك تحمل شديد شويه، فده اللي خلاني كويسه دلوقتي في الدرجات. يعني اي لاعب مثلا العاب قوة لعبها هو صغير ودخل درجات بعد كده هيبقى كويس جدا فيها. احنا شفنا مع بعض ازاي شهد بتتعامل وكأن الموضوع عادي، لو تاخد بالك هي بتحكي بتفاصيل قليله خالص بتتعامل كأنه عادي كده. شهد سعيد الحاصله على 3 ميداليات وثلاث مراكز في البطوله الافريقيه للدرجات، كل التوفيق ليكي. شكرا جزيلا. شفت البنات وشطارتهم وهما بيتعاملوا على انها حاجه عاديه جدا، هي نزلت الصبح نزلت جابت 3 ميداليات ورجعت، عادي خالص، موضوع بسيط ما فيهوش. هي تستحق، وفعلا في علاقه كبيره جدا وطرديه ما بين العاب القوى والدرجات، وهي شرحت ده بالتفصيل. بشكرك يا شهد، ألف مبروك ونورتينا.